حديث من زار أخا في الله لست بملزم يا عبد أن أصحح كل ما صح الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، كما أن الشيخ ناصر ليس بملزم بتصحيح من كانوا قبله. فإذا جاءتنا بينة فلا تأمرنا بالتقليد يا عبد، التقليد مذموم. وبالمناسبة في شخص أردني للأسف ظني أنه جاهل بعلم الحديث تماما تماما، تعقب فتوى لنا بأن بجواز الاعتكاف في البيوت عند الضرورة وعند عدم وجود المساجد بأثر عن ابن مسعود تالف الإسناد جدا، تالف الإسناد جدا، فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو متهم بسرقة الحديث، وفيه ليث بن أبي سليم وضعيف مختلط وعلى الأخر كثيرة، ثم هو أثر ولم يتعرض الشخص للضرورة. فأنا لا أحب أن أذكر الأسماء فقط، لكن إن تمادى في غيه سنسميه حتى لا يتكلم شخص بما لا علم له به.